إذا كان فصل الخريف في السودان عامة، يعتبر من أهم الفصول التي يحضر فيها الزرع ويمتلئ الضرع جالبا معه الخيرات الكبيرة، فإنه في غرب كردفان يعتبر من الفصول ذات الأهمية، ويستقبله الناس بالبشر والترحاب. منطقة الفولا بغرب كردفان في الخريف هي جنة الله في الأرض، حيث تكتسي ببساط أخضر زاهن. وقد أوفى وصف الخريف فيها الشاعر الكردفاني الكبير قاسم عثمان بريمة حين قال في إحدى قصائده: يحلي الكردفان وقت انتدود رعودة، وجموج السحاب أطيار تعزف عودة، تجيك زي عروس بالهنا والسرور موعودة. الخريف هو عنوان الخير والنمى، كما أنه راحة واستراحة للنفوس بما يوفره من جو غاية في الروعة والجمال. عند حلول الخريف في الفولة تكتسي الأرض بأنواع مختلفة من النباتات، وتأتي الطيور الموسمية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى أسراب القمري والبلوم وأبو الرهاو والسمبر وغير ذلك من الطيور الجميلة. وتسود روح الإلفة والمرح بين أطفال الفولة وسط الأجواء الخريفية البديعة وهفهفة النسيم العليل الذي يحمل الرائحة العطرة للحشائش المبتلة بماء المطر، وهم يبللون أجسادهم بالغطس في الماء والسباحة فيه.